مسلسل الذكرى الأخيرة هو مسلسل تلفزيوني جزائري درامي أنتج في جزئين، الأول هو الذكرى الأخيرة، أما الثاني فهو للزمن بقية. ويناقش المسلسل في جزئيه قضايا اجتماعية. شاهد كيف أصبح أبطال هذا المسلسل. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. أزدين بورغدة بدور رشيد. فتيحة وراد بدور خديجة. ياسمين عبد المؤمن. ملكة بلبي بدور حليمة. عبد الكريم باريبار. زنايد أبو يحياوي بدور رانيا. العيد كابوش. فؤاد زاهد. أحمد بن عيسى. نوال زعتر. مروان. فريال حبيب. نسيمة لعيل. جمال قرمي.